سمعت السيد مقتدى الصدر ذكر بأنه لن يشارك بالحكومة هذه وأنه سيكون مراقب لهذه الحكومة، وأكيد كان طلب أنه تعاد الانتخابات ويحل البرلمان، وهذا المطلب مطلب جماهير الشعب العراقي اللي تحدث به سمعت السيد مقتدى الصدر. في هذا المنهاج اللي قدمه السيد السوداني حقيقة واضح أنه رسالة سمعت السيد بأنه أنا لن أكون ضد الجمهور الشعب العراقي ولن أكون ضد مطالب الشعب العراقي، وسأكون واقف وبصف وبجانب مطالب جمهور الشعب العراقي بكامله، مع يعني مطلب أو مطلب بالإضافة لأنه هو مطلب سمعت السيد، لأنه يرى فيه أنه ممكن تحقق به خدمات وإصلاح وانتعاش اقتصادي وخدمي للمواطن العراقي، يعني حقيقي مثل المواطن العراقي في استفاد منه المواطن البسيط. منهاج الوزاري ذكر به العديد من المشاكل، لكن وقت الحكومة هذه السنة لا أعتقد سيكون كافي لأنه يحقق كل هذا المنهاج به، ربما يحقق نصف أو يعني ثلثي هذا البرنامج المنهاج عفوا الحكومة والبرنامج الحكومي خلال هذه يعني مدة السنة تعرفين قصيرة، وهو لديه يعني مهام كثيرة وتركات وتراكمات فساد وسوء خدمات وموضوع انتخابات طبعا وإجراءها والمفوضية وتغيير قانون الانتخابات، هذه كلها تحتاج إلى تشريعات قانونية من قبل البرلمان وإصدار عفوا القانون من قبل مجلس الوزراء والذهاب إلى البرلمان ليعد البرلمان قانون لهذا أو يصوت على هذا القانون حتى يحصل موافقة. كذلك الموازنة، الموازنة اليوم الاتحادية مهمة جدا لأنه اليوم الموازنة تأخرت 22، إحنا اليوم أمامنا موازنة 23 اللي تحتاج إلى إقرار الموازنة ثم قراءة الموازنة قراءة أولى وقراءة ثانية في البرلمان، وهذه كلها وقت تحتاج لأن يكون، لكن هي أعتقد السيد السوداني من خلال تشكيل حكومته بهذه الطريقة وإعداد المنهاج الوزاري مسبقا قبل أن يستلم الوزارة، هو الرجل بادي بداية جيدة وبداية سريعة وفي رغبته أن يحصل تغيير كبير، وواضح من أنه حكومة الإنجاز، لكن هذه اليوم حتى الاستلام يعني المهام استلامها كان في يوم أطلق